بعد إمضائه على عقد مع نادي بريست في ساعات الميركاتو الأخيرة، أجرى لاعب دولي جزائري يوسف بلايلي الأربعاء أول حصرة تدريبية ميدانية مع زملائه في الفريق الجديد نادي بريست. وبدأ صانع الألعاب بلايلي في الميران وكأنه لاعب قادم في نادي بريست، وأظهر جزءا من مواهبه في اللعبة الأكثر شعبية في العالم على غرار المراوغات. وإليكم فيديو لبعض اللقطات من تدريبات يوسف بلايلي مع ناديه بريست الفرنسي. ويستعد يوسف وفريقه بريست لمواجهة المضيف نادرا مساء الأحد المقبل ضمن إطار الجولة 23 من عمر البطولة الفرنسية. ويشغل نادي بريست المركز 13 برصيد 28 نقطة، ويتموقع نادي فريق ران في المرتبة الخامسة بمجموع 34 نقطة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.